أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج يوتيوب. حلقتنا النهاردة مميزة مختلفة، بتتكلم عن المشاكل الاجتماعية وخاصة مشكلة الحياة العاطفية. بنحاول نتعرض للمشاكل دي بالنقد وبنحاول نشوف المساوئ بتاعتها ونعالجها. يلا بينا نشوف هذه المشكلة. يلا بينا. عشان تعملي المعامله دي. معلش يا حبيبتي استحمليها بس عشان خاطر. حاضر يا حسام. عواطف. ايوه يا عبد الرحمن. ايه عواطف؟ بالراحه البيت شويه. دي بابا كانت برضه عايزه تجيب. اسكت يا اخويا، ده انا دمي بيغلي منها. دي اوقات ترجع فيها؟ يعني انت مش شايف هي راجعه الساعه كام؟ دي لازم توريها العين الحمراء من اولها عشان ما تفرضش نفسها علينا. بس ممكن برضه المعامل حسن خليها تعمل اللي انت عايزاه. منتظر بقى ناوي يا عبد الرحمن، خد لك جنب كده يا اخوي. بس معلش معلش حاولي اعمليها باسلوب احسن من كده برضه شويه. ما انت قاعده اهو بتجري يا هانم، الا عمري ما شفتك متشمله كده في شغل البيت. ما انا خلصت شغل البيت كله اهو. هو ده شغل البيت؟ ما هو كله قاعد مترب اهو، ولا انا ما بشوفش. حاضر يا حماتي، هخلص الصفحه دي وانضف تاني. لا يلا مفيش قرايه، انا قلت تنضف دلوقتي يبقى تنضف دلوقتي. انت هتكسري كلامي كمان ولا ايه يا بنتي؟ انا تعبت من المعامله دي. انا مش الخدامه اللي جابها لك ابنك عشان تنكدي عليا ليل ونهار. انت بتعملي كده معايا ليه؟ اعتبريني حتى زي بنتي. طبقي صوتك يا بنت، انت الناس اللي بتكلمي حمادك. حسام تعالى شوف امك تزودتها معايا خالص. اهدي اهدي يا ابتسام، ما تزعجيش كده. تعالى ما تزعقش كده، هو ده اللي انت قدرت عليه؟ انا سايباك في البيت وماشيه وش باعي بيها، ابعت لي ورقتي على بيت ابويا. يلا يا ابني سيبها في 60 غرفه 60 داهيه يا ابني، ما تسيبها. ايه ده؟ لو سمحت انا معبره طيب. طب بص لها حتى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا مش عاوز حاجه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين الولد ده شغال يرخم عليا اللي هو مخرفت من الجامعة. يا وانت باكر يا عم، حد كلمك يا عم؟ مالك بيها يا عم؟ يا اختك. ايوه اختي يا ابني، انت بتتكلم ازاي؟ لا ما تزوجش كده، عايز مع حضرات بس. لا لما تعوز حاجه تعالى وانا اديك يا خطيب. طيب خلاص. اشكال وسخه والله بصراحه، مش عارفه اشكالك ازاي كده. لا يا ست على ايه ده؟ اي حد في مكان هيعمل كده على فكره يعني. لا على فكره ده مقفله مختلفه. لا والله يعني احنا زمايل مع بعضينا في نفس الكلية وكده يعني، طبيعي اي حد في موقف حياته كده. شكرا. اوكي طيب سلام. لا كنتش اعرف بس ان دم خفيف كده يا ولد. عيب عليك يا ابو الصحابه. ايه ده يا نرمين؟ نرمين يا نرمين. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. بقول لك يا نرمين، انا كنت محتاج الكشكول بتاع المحاضرات، بس في محاضرات كتير فايتان يعني وكده، كنت عاوز اخدهم منك. ممكن؟ طيب ممكن. عايزه دلوقتي ولا بعد ما اخد المحاضرات الجديده؟ والله خليها بعد ما تكتب المحاضرات الجديده، ابقى اخدهم كلهم كده مع بعض. خلاص ماشي. خلاص ماشي. نرمين بقول لك، انا بصراحه انا
ما كنتش عاوزه الكشكول الحقيقه يعني. ما كنت عايزه بصراحه. انا كنت عاوزه اقول لك على حاجه كده بس يعني خايفك تزعلي. طيب بصراحه انا معجب بيكي من اول ما شفتك، وبصراحه مش بعرف اخبي مشاعري يعني. بصراحه انت فاجئتيني بالموضوع ده. بص يعني مين، انا ممكن ما اكونش فارس احلامك اللي بتحلمي بيه انه ياخدك على حصان الابيض ويطير بيك في السماء، او الامير اللي بتحلمي يتجوزك ويحبك، بس يعني انا عاوزك تعرفي ان انا اكتر واحد هيخاف عليكي وهيحبك في الدنيا كلها. انا حسيت بكده برضه يا محمد، بس وعدني لو وافقت اني اكون معاك يبقى نركز في مذاكرتنا ومصلحتنا. انا هوعدك باي شيء تتمنيه انه هيحصل قبل ما تفكر اساسا. طيب يلا بقى نلحق محاضرة. يلا يا نرمين عملت ايه؟ ايه ده؟ ليه كده طيب؟ عملنا ايه طيب؟ احنا مش كنا بنذاكر مع بعضينا؟ كنا وبنحضر المحاضرات وبناخد سكاشن وكل حاجه، ايه ده؟ ليه كده طيب؟ انا مش فاهم طيب، احنا مش كنا بنذاكر مع بعضينا وبنحضر السكاشن وبنعمل كل حاجه، ليه طيب؟ طب احنا ذنبنا ايه؟ طيب ايه السبب طيب؟ ليه كده؟ محمد لا 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 لا، على فكره لا لا، مش حبنا طبعا. ازاي؟ يا بنتي ازاي؟ لا هناخد يعني السنه الجايه هناخد سكاشن مع بعض اكتر، وهنذاكر وهنحضر المحاضرات وهنعمل يعني هنعمل حاجات كل حاجه وهنذاكر اكتر كده. لا مش حبنا، لا طبعا. لا ازاي؟ مهما تعمل. بص يا محمد، احنا داخل كده لازم نسيب بعض عشان كل واحد يركز في مستقبله. لا يا واعمل ان رجلي مكسوره ونطلع نشحت مع بعض. وانا هسكت لك، ما تقدرش تعمل كده طبعا. لا انا اقدر اعمل كده. يا لهوي بكلم امين شرطه انا. عندك اعتراض؟ يا باشا انا اقدر واحلى امين شرطه. بس باشا ماشي ماشي. طب المهم في موضوع مهم انا كنت عايز اخد رايك. اوكي. بصراحه انا جالي شغل مهم وكان المفروض يعني اعمل الشغل عشان اكون نفسي بسرعه وكده. تمام؟ فانا كنت عايز اخد رايك يعني عشان ايه؟ لا مش عشان تكون نفسك. في الدراسة، الدراسة مستقبلك أهم من الشغل، وإحنا كده كده مخطوبين، وأنا هستناك حتى لو بعد الموضوع. خلاص أنا صرفت المصاريف على الموضوع، وعدك إن مش هتتكلم. خلاص ماشي، أنا همشي بقى عشان اتأخرت عليهم في البيت وهجيب صاحبتي مستنية، يعني يلا تمام. ستوب. عندك ازيك؟ عند اهلي الحمد لله. اتفضل. عادي والله، اصل كنت برجع تعبان من الشغل. لا ابدا خالص، عشان بس ما كانش في حضرات ماما في الجامعه، عشان كده ما كنتش باجي. بصراحة في حاجة حصلت عايز أقول لك عليها بس خايفة تزعلي مني. بصراحة أنا قبلت الشغل اللي اتعرض عليا، خفت أقول لك عشان تزعلي شغل. كنت وعدتيني إنك أشتغلت في الشغل الثاني، عمرك ما اتصلت عليا. ما هو الشغل ده كان ليا، مش عشان أتجوز وأكون نفسي بسرعة وكده. خلاص حاول إن أنت ما تروحش الشغل تاني، تفكر في دراستك ومستقبلك وبعدين الشغل. خلاص أوعدك إن شاء الله. حتى أنا عارف إن يلا مع السلامة. التليفونات ايوه بايخ 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 بايخ. بس 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 يا رجال انا لك بس جاي لما اخذ رجال. الله يسهل الله يسهل لك العيب اللي بدك تدينا. الحمد لله. وانت بتعمل ايه؟ عادي يا عم. روح يا عم الله يسهل.
جار محمد صح بكسر الرخام انا بتكلم بجد يا جار وزي ما شفت مشاكلنا كتيرة ومختلفة وبنحاول نوصل لحلول ليها. تعال نشوف رأي الناس في الشارع. يلا بينا. اهلا وسهلا استاذ محمود، حضرتك انا محمد النوبي. انا مذيع في برنامج اثيوبيا. كيف برنامجنا بيحاول يعالج المشكلات المصريه بطريقه ساخره، بنعرض يعني القضايا او المشكلات في المجتمع المصري، بنحاول نبين لها حلول وبنستطلع راي الجمهور فيها. فممكن ناخذ راي حضرتك في مشكله معينه. حضرتك احنا حبينا نعرف راي حضرتك عن العلاقات العصريه في الجامعه، هل تؤيدها او ترفضها؟ هو انا يعني لا مؤيدها بشكل قاطع ولا رافضها بشكل قاطع، لان الموضوع بيبقى ليه مميزات وبيبقى ليه عيوب. في حياديه بالظبط. فبالنسبه يعني مثلا لو هنتكلم في المميزات، ان الشاب والبنت بيبقى عندهم فرصه اكثر ان هم يتعرفوا على بعض، بيبقى عندهم وقت كبير. الموضوع احيانا بيبقى مشجع ان هم يشجعوا بعض على حاجات تكون ايجابيه بالنسبه لهم. يعني يشجعوا بعض على التفوق في المستوى الدراسي. بالظبط. فدي بتبقى حاجه كويسه. لكن مثلا بالنسبه لل يعني العيوب، العيوب ان هو التوقيت نفسه احيانا كتير مش بيبقى مناسب، لان هو لو بيبقى عنده مصدر دخل معين يقدر يعتمد عليه في انه يكون بيت، ويعني ولا البنت نفسها بتبقى يعني. طب وحضرتك اصل العمر دي مشكله محمد المسؤوليه. حضرتك دي مشكله مين يعني؟ ما فيش وقت. دي مشكله مين؟ مشكله المجتمع ولا العائله ولا الشخص ذات نفسه؟ لا هي مش مشكله، هي هو ممكن برضو يعني هم بيحلوها مع بعض بشكل ما. لو مثلا الشاب نفسه عنده الجرأه في وقتها ان هو مثلا يصارح العيله نفسها، فممكن يعني يسهلوا موضوع الارتباط، وممكن هم يشجعوهم على حاجه زي كده لو هم شافوا ان الشخص مناسب لبنتهم او العكس. طب سؤال شخصي لحضرتك، انت مجرد انت وماشي في الشارع في شوارع الجامعه، لو وجدت شاب وفتاه قاعدين بيتكلموا ويضحكوا ويهزروا مع بعض، ايه الانطباع اللي هتاخده عنهم؟ هو الحقيقه على حسب يعني على حسب هم بيتعاملوا مع بعض ازاي. هو يعني المفروض في اي علاقه عاطفيه ان الراجل او الشاب بطبعه لازم يكون يعني محافظ على شكله وشكل البنت، حتى يعني ما بينهم وبين بعضهم، حتى العلاقه يعني بغض النظر عن ان هم خارج البيت، وبغض النظر عن ان الحاجات دي لازم تحترم.